أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى من استوديو صوت العدالة. اليوم كنستقبل مولاي سعيد ممثل ورثة إلهامان الحسن. هذا الشخص اللي من الخمسينات وهو يكد ويتعب ويشرب الأمرين من أجل واحد المشروع، مشروع اللي نشأه هو واحد الفرنسي. الفرنسي مشى في حاله، باع ليه حقه، الناس خدامين ما بهم ما عليهم، فإذا بهم كتسلط عليهم مافيا العقار للمرة الأولى وللمرة الثانية. ينصفون عند القضاء في المرة الأولى، ولكن كيجيو المرة الثانية كيتعطروا مع هاد المافيا الجديدة. مولاي سعيد، نعم سيدي، احكي لينا اش واقع في هاد الملك ديال الوالد ديالك. كان خدام فيه هو والفرنسي، مشى في حاله، بقى خدام باك بوحدو ما به ما عليه. امتى غتسلط عليكم المافيا؟ وشنو اللي وقع؟ كيفاش تفضى مع الكاوري ومشى في حاله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تنشكركم على الاستضافه، وثانيا هاد المافيا العقار سلطوا لنا في واحد الظروف بعد الموت ديال الوالد ديالي. هاد المعمل شراه من عند النصارى في الستينات عن طريق واحد لاجونس ان كابيني ايموبيلي. في 66 النصراني قرر يمشي في حالو، باعوا للوالد، اتفق معاه على المبلغ على يد لاجونس، فهمتي، لاجونس ايموبيلي اللي كانت وسيطه بيناتهم. اون اجونس ايموبيليير هي اللي كانت وسيطه بيناتهم، هو الوسيط اللي تم على يديه كل شيء. بقى تيأدي لهم المبالغ المتفق عليها. في 69 مشى باش ياخذ الاوراق، قال له دير السيد توفى في 1966، في اواخر 1966، ودابا راه خصك تجدد مع الوراثه. فعلا دار لهم مراسله، بيع بالمراسله قانوني، واستعجبوا وداروا حدوا المبالغ. وهذيك المبالغ اللي انه كانت بالنسبه لذاك الوقت تتبان كثيره، فرقوا له على 4 سنوات، تم الاداء ديالها، سلموا له هذوك الوثائق اللي كان عنده، واستمرنا في العمل. حنا كبرنا، سجلت وحفظتو، درنا دعوه ديال اتمام البيع. علاش؟ لانه هذوك الورثه ما دخلوش نفسهم كورثه في المحافظه، بقات الوثائق اللي عندنا حنا في سميت الورثه، والاصل بقى في سميت الملك الاب ديالهم، فهمتي، الملك المتوفى. استمرنا هنا في العمل، جينا هنايا لا جينيراسيون اللي من بعد الوالد، خدمنا حتى توفى الوالد رحمه الله في 2007. نضنا تنجريو باش نقادوا الامور ديالنا. كرينا هذا المحل بحسب اتفاقيه ديال الوراثه، وتنعيشوا من الريع ديالو، يعني لا روتريت ديالنا ديال 7 ديال العائلات اللي خدمتي بولادهم، يعني ما مجموعه 30 واحد تتعيش من هذا الريع. واك خلى 7 ديال الاحفاد، خلى 7 ديال الاولاد، والولاد تزوجوا وولدوا، وعاوتاني حنا رانا انا جد، يعني هنا فينا دابا ولادو، راه حنا ولينا جدود، فهمتي، بحيث حنا مجموعه ديال 30 تاع الناس اللي تتعيش من 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 هذه الكرايه هذا. ومن بعد في 2013 كرينا لواحد السيد، جددنا معاه العقد كيدير الكراء، واذا واحد السيد جا بدون ذكر الاسم، جا قال لك انا المحل راه شريته في 1977. ما شاء الله، من عند من شراه؟ شراه من عند ميت اللي مات في 66، شراه من عنده. عند الكاوري. عند الكاوري. اللي مات في 66. اللي مات في 66. هو جيب وثائق انه يبدي انه شراه ب 77. جاب حكم بانه شراه ب 77، ما عندوش حتى وثائق. جاب حكم كاع. جاب حكمين. انتم ما حاضرينش لهاد الاحكام. ما كاينين، ما دخلونا، ما عيطوا لينا، ما كاينش هذا الشيء كله. هو ما كاين كاع هنا بحال ما كاينينش كاع في ذاك المحل، مع انه المحل كانت خدامه فيه فوق من 300 تاع البشر، وكان تيدير واحد الشيفر دافير مهم ومعروف،
على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. فهمتي منين بعد منين شفنا بانه السيد جا بانه الملك ولا في سميتو وبانه دخل المحافظه نائب المحافظ استغل واحد الفرصه ديال الغياب ديال المحافظ ودخلو وصبح هو صاحب الملك. من بعد البحث مشينا توجهنا للوكيل الملك اللي قام بالاجراءات هذا وصيفطنا الفرقه الوطنيه هي الاولى داروا خدمتهم بحثوا وصيفطونا عند قاضي التحقيق وبعد التمحيط وتقلبوا في الملف لقاو بانه هذه جنايه بانه هاد الملفات هادو ماشي هذا تزوير وداروا عدم اختصاص وصيفطونا لعند الوكيل العام اللي دار حتى هو خدمته وصيفطنا للفرقه الوطنيه اللي دارت واحد المجهود خارق العاده نتي لانه تنحترمهم بزاف وتنوه بهم من هذا المنبر. شنو نوع العمل اللي داروا؟ شنو من نوع التحقيقات اللي داروا؟ التحقيق اللي داروا هو انه بحثوا فهذا كله هذوك الاحكام لقوا بانه واحد الحكم بانه مفبرك وبان لا وجود له. ما كاينش حكم. ما كاينش حكم. غنصوب فرقه. صاوبينه هو وقادوا صوبوه على حسب الميزان ديالهم وبانه ما كاين لا كونترا ما كاين حتى شي حاجه. حكم هذاك الحكم مفبرك والثاني مزوار ومشاو للجديده فين كان قال لنا وقال لك حق فاض الماء لقاو بانه ماشي هي هذيك الفتره وعيطوا على كيفاش فاض الماء؟ فاض الماء في المحكمه لانه قال لك فاض الماء في المحكمه وتودروا الوثائق لانه طالبهم قاضي الوكيل المالي الوكيل العام طلبهم قال لهم جيبوا لنا الوثائق اللي تقولوا بانه راه شريتوا بها ما كاين والو ميل فارغ قالوا بلا المحكمة فاض فيها الماء الفرقة الوطنية مشات تحقق ما لقات لا فاض ولا ما خافية أعظم اللي لقاوه هما كاع ما لقيناه هنا لأنهم داروا خدمة معمقة وبتقنية عالية ويعني بدون حيازة ما يعني ما تحازوش حتى شي طرف داروا خدمتهم كما بحال اللي تنقولوا داروا خدمة متقونة فهمتي وبحثوا بالوسائل ديالهم اللي هما ما عندهم وسائل باش يفتحوا حسن من ديالنا حنايا ولقوا بانه هاد مشاو للجديده فين كاين الارشيف هادشي لا وجد له وجابوا لوغريفي اللي كان ديك القاضي ديال الضبط كاتب الضبط وصرح لهم بانه راه هادشي ما تكتبش عندهم وبان التوقيع ماشي ديالو جاب لهم احكام مقارنه ديال اللي قارن بها ولقوا بالفعل بانه هادشي لا وجود له وبانه هادشي كلشي مفبراك من طرف واحد المجموعه ديال 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 المافيا ديال العقار اللي غاضب عليهم سيدنا الله ينصرو واللي هو خد اجراء عطى الاوامر ديالو الساميه وهاد الناس لا حول ولا قوه الا بالله هاد الناس ولاو تيتحداو سيدنا وتيصدروا احكامهم بسميتو انت هادو انت حلول حتى الصفه ديال القاضي والوكيل والحكم الاحكام اللي تتصدر بسميت سيدنا الوقاحه وصلت بهم انه ولاو يصدروا احكام لا وجود لها لا وجود لها تصدروا احكام لا وجود لها باسم صاحب الجلاله ملي الفرقه الوطنيه دارت هذه الخدمه وصلت للحقيقه وصلت للحقيقه اشنو اللي وقع؟ شدوهم ما شدوهمش ملف مشى رجع عند وكيل العام تقدم قاضي التحقيق وصدر الامر ديالو باش يعتقلوا هذاك الشخص اللي معني بالامر معني بالامر وتابع النائب المحافظ في حال الصراح مع العلم اننا كنتكلموا هذا الشخص اللي تم القاء القبض عليه اسم كبير في ديك الوقيته ومعروف معروف وعنده نفوذ كبيره ما بغيناش نذكروا الاسم ديالو رغم انه ادين وفي هذا الملف ما بغيناش نذكروا الاسم ديالو. ايه تمات المتابعه ديالو ومن بعد يعني تشد في الحبس وخرج بصراحه مؤقت للظروف ديالو الصحيه والملف طول لانه كان مريض ما تيقدرش يحضر يعني تقال حوالي سنتين ومن بعد مات والملف حضروا واذا بجاتنا جانا عاوتاني ناس اخرين تيقول لك الملف الاول سالا الملف باقي دخلوا فيه هاد الاخرين دخلوا فيه هاد الناس الجداد ثاني دخلوا فيه ما في وحده اخرى قال كيفاش داروا هاد الجداد قال لك سيدي بانه هاد الناس هاد النصراني اللي مات يعني الجد امه ولدها اللي هو الوارث الشرعي بانه
ولادو تنازلوا على حقهم لمرت باهم اللي هي تتقول في الوثائق حسب الوثائق بان ولادها يعني هذه الاوراق مع العلم ان انتم فضيتوا مع الوراثه. حنا فضينا مع الوراثه. هادو جايين كيقول لك الوراثه تنازل جداهم. هادو تيقول لك بانه هما هاد ماشي لجداهم، هادي يقول لك تنازلوا لمرت باهم. ما عرفناهمش، ما كاينينش 60 عام هادي ما كاين حتى شي واحد. يلاه بانوا هادو. يلاه هاد جا جديد قال لك اودي راه تنازلوا، وجابوا واحد الوثيقه واحد الاعتراف امام واحد الموثق في اسبانيا وجابوا الاوراق غير مديالين. غير مديالين بما معناه ما موثقينش. ما هنا في المغرب لا يعتدوا في المحاكم، خصها تعتد تبد بهم. بالفرنساوي تنقولوا ليكزيكواتور، ما كاينش ليكزيكواتور، يعني لا يؤخذوا بهم في اي محكمه. واش هذه القوريه هي اللي جات؟ ما جاتش، هادو هي الوثائق اللي جاو. هادو غير اشخاص يدعون انهم ينوبون على ينوبون على هذيك السيده، وبانه السيده تنازلوا لها على الورث، ما قالوش على المحل. انت هاد الوزين هاد العقار ما مذكورش، وما مذكورش حتى شي عقار، وما كانش لا احصاء تاريخي لا والو، غير الورقه غير الاعتراف بانه تنازلوا عليها. مزيان كاين تنازل، تنازل واخا نعتدوا انه صحيح. حنا غنفرضوا صحيح. واش عندهم شي وثيقه من عند السيده كتفوض ليهم انهم يوقفوا باسمها في المحاكم؟ ما تنظنش، ما تنظنش. واش المحكمة هاد الوثيقة اللي جابوا قبلاتها ليهم، رغم أننا كنعرفوا المحاكم ما كتقبلش وثائق اللي ما كتكونش مديالة؟ مديالة لا يعتدوا بها، ولكن خاتها المحكمة الجنائية ابتدائيا خات بها بعين الاعتبار، وردات حكمت لنا بأنه هما يعني حكمات على بسقوط الدواء العمومية على المرحوم، وتابعوا انتي بخمس سنوات نائب المحافظ. السيد اللي كان متهم رئيسي في القضية الأولى مات. رئيسي مات، والثاني اللي كان معاه اللي هو كومبليس ديالو نائب المحافظ تابع في حالة الصراح بخمس سنين ديال السجن، والأحكام بإتلاف الأحكام ورجوع الحالة على ما كانت عليه، ولكن دخلوا هذاك الطرف كانه طرف مدني لانه اعطاوه الصفه كانه. على اي اساس بناو رغم اننا كنعرفوا المحاكم ما كتاخذش بوثائق غير 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 مدياله؟ هل الجواب انا ما لقيتش ليه السؤال، ما لقيتش ليه الجواب. يعني العقل والحكم والمحاكم وناس المختصين قال لك لا يمكن، ولكن راه تقضى به. يعني ما حدوش ليهم هما، ولكن قالوا رجعوا الى الاصل والتعويض يمشي للوراثه. الوراثه هما هادو اللي ولاو هما الوراثه، لان ما عمرنا شفناهم. كيفاش هاد الناس ولاو وراثه وهما 60 عام ما عمرنا هاد المحل؟ حنا 60 عام وحنا فيه، وجايبين وثيقه يقولوا ان واحد الاشخاص تنازلوا لواحد الشخصه. اييه هذه هي باش نجيو عليكم انتوما. هاد الشيء دابا داخلين معنا، وحنا تنشوف بانه هاد الحكم مجحف في حقنا. ودابا حنا تندوزوا هذه قرابة السنة في الجنايات استئناف قدام المحكمة، اللي أملي ديالي كله وثيقتي كلها فيها وفي المحكمة المغربية، وتنطالب من هذا المنبر التدخل ديال سيدنا الله ينصرو اللي واقف على هذه الملفات ديال التزوير، لأنهم تنقصوا من المصداقية ديال المغرب في ميدان الاستثمار والأجانب. وتنطالبوا سيدنا الله ينصرو، والله يقعد وسادو، والله يغلبوا على ولاد الحرام باش ينصفونا. وتنشكر الفرقة الوطنية اللي قامت مجهود كبير، وتنشكر الأمن اللي دار مجهود خارق للعادة، وتنشكر الوكيل العام اللي دار الخدمة ديالو وقاضي التحقيق اللي دار الخدمة ديالو. إلا أنه أنا مازال تنخاف أنه يوقعوا تدخلات ويوقعوا مسائل اللي هي أنت لا تخفى على الناس، بلا ما نزيد بزاف ديال الهضره. الهمان غنسولك واحد السؤال. نعم. نتوما واش دليتوا بالوثائق اللي عندكم؟ ودينا وثائق ديال الناس اللي صافي تنازلوا لكم، باعوا شنو سلامه؟ انا ودليناهم وخدينا عليهم حكمين فهمتي ابتدائي واستئنافي في التجاره بانه صحه الوثائق وتسلسلها وموضوعيتها. اذا خديتوا احكام اللي ناضيه. ناضيه. واش دفعتوها لمحكمه الاستئناف؟
دابا هما المحكمه الاستئناف هاد الناس طلبوا النقد، وحنا دابا في اطار هذا النقد هو تنتسناو انه هو ما نعرفش اش يقلبوا. انا ما عرفتش اش يقلبوا هاد الناس وشكون هما هاد الناس. وهاد الناس ما عمرنا شفناهم، حنا تنشوفوا غير واحد الناس تيجيو الدفاع ديالهم، ولكن هما راه ما تنعرفوهم ما شفناهمش وبحثنا عليهم لا وجود لهم في المغرب. هذا غير واحد المكتب مختص في هادشي ديال 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 المنازعات، ماشي المنازعات، مختص في الانساب، ان جينيولوجيست، وعندو الكوريسبوندون ديالو في فرنسا، اللي منين تيكون شي ملف بحال هذا بان من هذا النوع تيمشيو ليه وتيديروا ليه واحد التركيبه واحد المونتاج وتيقادوه وتيجيبوه في صفه الصح وتيجيو يدخلوا به المحاكم. دابا انتم محاربين مع مكتب ماشي مع شخص. ما مكتب ماشي مع شخص، هذا الشخص ما تنعرفوش ما كاينش. وهذا الاسم ديال الشخص اللي في هذا المكتب ايه واش ما بحثتوش عليه؟ ما عندوش شي سوابق في هذا الباب؟ ما عندوش؟ تنظن كاينين، تنظن انا في الغالب يعني هاد الناس كاينين، ما هذا الشيء كاينين، دخل هذا في اطار المافيا ديال العقار. هاد الناس كاين عندهم جهه اجهزه مركبه او عندهم الناس اللي يوقفوا معاهم اللي هما تيوريهم الطرق كيفاش يديروا، يعني النصبة والمتاسس بحال تيقولوا مافيا. هاد الشيء منين وصل لسيدنا انه يغضب عليهم راه باين بانه هاد الناس راه مافيا. هذا لا يعقل سيدنا مشي السلطه العليا ديال البلاد فهمتي، وضامن الحق للمواطنين، هو الضامن للحق في هذه البلاد. مادام انه دخل اذن هاد الناس راه كاينين وراه موجودين، عين هما تينوموا الملف، الملفات راه يتم تنسى وعاوتاني يعاود يحيو ثاني لي ريزو ديالهم وعاود يستمروا، لانه هادشي فيه مبالغ كبيره. الانسان كان شرا ملك تيسوى مثلا 10 ديال المليون، هذه 50 او 60 عام، اليوم ولا تيسوى مليار، ما بقاش عندك فيه الحق نتايا، واخا ديال باك ولا ماشي ديال باك، ماشي سوق عمومه، خصهم اي طريقه اللي يمكن يحيدوا لك. يحيدوا الشرح. كنسمعوا مافيا العقار بزاف. نعم. شكون هي مافيا العقار؟ مافيا العقار هي متكونه من واحد العدد ديال الاشخاص اللي فيهم اللي كيقلب على العقارات لمنسية، وخاصة العقارات ديال الناس كبار اللي ما عندهمش عائلاتهم، ما عندهمش وراثة، ما بانوش، وكيقلبوا على عقارات اللي باقى في الاسم ديال الناس الفرنسيين أو لا من جنسيات أخرى اللي كانوا عايشين في المغرب وكانوا عندهم أملاك ومشاو في حالهم، وخا يكونوا باعوهم إلا كانوا باقين في المحافظة في الاسم ديالهم، هذاك الشيء اللي بغاو هما. عندهم ناس متخصصين في تزوير الوثائق، عندهم شبكة متطلعة في المحافظات العقارية اللي كتجبد لهم الوراق وكتجبد لهم، عندهم ناس متخصصين في الأنساب هنا وعلى برا، كيعطيوه النساب كيمشي يقلب عليه، يا اما يتفاوض معاه يشري بجوج دريال واخا يكون باه ولا جدو راه باعوه، هو كيمشي يقلب عليه ويغريه باش يدير معاه شي وثيقه، اولا كيجيبوا شي اسم مشابه وكيدخلوه على اساس انه هو صاحب الملك باش يديو داك العقار باي وجه كان. كيخدموا خدمتهم، كيقادوا وثائقهم وكيدخلوا لذاك العقار، واخا يكون فيه ملاكه كما طرا لعائله الهامين، هاد العائله اللي شاري العقار من عند شريكو القاوري، راه كان شريكو مشى في حالو باع ليه، الملك كان في سميت القاوري ولكن كانوا شركه في داك المعمل او الشركه اللي كانوا دايرين، هذاك مشى في حالو باع للصديق ديالو، جاو الابناء من بعد المرحوم ديال الاب ديالهم تموا البيع مع الابناء ديالو عن طريق واحد الوسيط عقاري، تم البيع وساله، بقى لهم مشكل ديال كيفاش غيدخلوا الاسم ديالهم في المحافظه، لان الاسم ديال القاوري هو اللي داخل، ما داخلش الاسم ديال ولادو. هنا ملي كيتواصلوا مع ولادو، حتى ولادو ما باغينش يصدعوا ريوسهم، غيجي حتى للمغرب على قبلك انت باش يدخل المحافظه ويبرز راسو، ما عنده ما يدير بيك، صافي باع عليك
عن طريق الوسيط العقاري سالا معاك. كاين شي كور عندهم هذا التفكير، وكاين اللي كيبغي يتعاون معاك ويجي ويكمل معاك اجراءات اللي عندك انت هنايا. هنا تعرقلات ليهم تسجيل في المحافظه، كيدخل ليهم نصاب الاول المافيوزي العقار الاول، ما كياكل والو. الحمد لله الفرقه الوطنيه ابانت عن جدارتها وبينات على الخدمه ديالها المعهوده فيها بيان سور، وتبتول الناس حقهم، ولكن ما فرحوش به، ما جاو فين يكملوا في القضيه الاولى، حتى كيخرج لهم واحد اخر بقضيه جديده. واللي انا كنستغرب دابا، كيف يعقل ان المحكمه وكنوضعوا علامه استفهام كبيره، كنبغيو مسؤولين قضائيين اللي جاوبونا على هذه المساله، لان اصبحت مساله خطيره الا كانت الا مشات تتبتات في هذا الملف هذا، ان هاد الناس خداو بوثيقه ماشي رسميه، هاد الوثيقه بالدارجه ماشي رسميه، ما كيتخادش بها المحاكم قانونا، ما كيتخادش بها. كيفاش خدا بها القاضي؟ وعلاش استاند؟ وكيفاش عرف الصحه ديالها؟ كنوضعوا علامه استفهام كبيره، وكنتسناو الرد. كنتمناو من التجاوب ديال السلطه القضائيه في هذا الباب، لان هذه المساله الا مشى غيديرها كل واحد في املاك الغير تماما غتولي الفوضى. الفوضى غتولي الفوضى. سي الهامان. نعم سيدي. كلمه اخيره لمن تبغي توجه الرساله ديالك؟ الرساله تنوجهها اولا بحالك، تنجدد الشكر، تنشكركم نتوما، وتنشكر الفرقه الوطنيه، وتنشكر القضاء فهمتي، لان هو دار مجهود، ما خصناش نبخصوا العمل ديالهم، لانه ما عمل بالطبيعه كبير داروه لا الوكيل الملك ولا الوكيل العام ولا القاضي التحقيق، داروا واحد بحث دقيق، ولا الفرقه ولا الامن، الفرقه الوطنيه ولا الفرقه الولائيه، كلهم داروا الخدمه ديالهم، ماشي يعني داروا يحترمون فوق من داكشي اللي كنتو كتصور بزاف بزاف. ما كناش حنا ما كنا عندناش الوسائل ديال البعث، وما عندناش الطرق، وما عندناش التقنيات، وما عندناش الامكانيات اللي عندهم. داروا خدمتهم كما ينبغي بالدارجه ديالنا، الله يعطيهم الصحه، ما عندنا ما نقولوا فيها. ولكن ملي تجي قدام المحكمه وتجيبوا لهم الوثائق، هذه الوثائق خصك تبحث فيها، واش صحيحه واش غير صحيحه، غير مدياله، اش مصيفه عندها، باش جاو هاد الناس، واش كاين النيه، واش هاد السيد الناس اللي تنوبوا عليهم واش عندهم الوثائق اللي جابوهم تيثبتوا بانه النيابه معطيه لهم باش ينوبوا عليهم. يعني هادو مش شكليات. واخيرا تنطلب من صاحب الجلاله تدخل في الملف هذا كباقي الملفات ديال العقار، وتنقول الله يجازيك بخير. نعم سيدي، حنا امنا في سيدنا باش انه على هاد راه غضب عليهم، والغضب ديالو انتي هاد الناس ما خادوش بالعين الاعتبار، وتنطلب من سيدنا باش يوقف معنا مع الاسره، اللي هو 30 ديال الناس تعيش بهذا الدخل هذا كروتريت. حنا راه كبرنا، حنا راه 64 و65 وكاين اللي عنده حوالي 70 ولاد، ولادنا راه حنا جدود انتي، باش سيدنا شوف من حالنا ويوجه الاوامر ديالو الصارمه لهاد الناس اللي هما مسؤولين في القضاء، باش ياخذوا الاجراءات اللازمه ويوقفوا هاد الناس عندهم، ماشي باش يبقى البلاد عندنا تكون عندها مصداقيه، سيدنا خدام والناس اللي معاه تيخدموا، وتيجيو ناس مسخين بحال هادو وسخوا لنا الوجه ديال البلاد. حنا عندنا ناس اجانب باغيين يستثمروا في المغرب، عندنا المغاربه المقيمين في الخارج باغيين يستثمروا في المغرب، عند ناس خايت ولاو تيخافوا من هاد المشاكل بحال هاد النوع ديالها. هاد النوع من هاد المشاكل ما خصهاش تبقى عندنا، حنا وصلنا لواحد نتمناو من الله، نتمناو من الله ان هاد الرساله توصل، لان كلام مهم جدا. فولينا هاد القضايا وهاد المافيات ولات كتخلع المستثمرين من الاستثمار في المغرب، وهاد الشيء ماشي ساهل، فهو ضرب الاقتصاد بلاد، ضرب المجهودات صاحب الجلاله اللي كيبني
وكيجيو وحدين اخرين يريبوا. صاحب الجلاله منذ توليه العرش وهو كيطلع في الاقتصاد ديال البلاد كيجيو ناس في رمشة عين كيضربوا لك الاقتصاد باش بهاد التحرميات اللي كيديروا بالنصب على الناس في الاملاك ديالهم وفي العقارات ديالهم. فهناك العديد من المستثمرين اللي حكوها وزادوا، العديد من المستثمرين سدوا البيبان وزادوا، والعديد من المستثمرين اللي ما بغاوش يدخلوا على هادشي اللي كيسمعوا. كنتمناو ان المحاكم ديالنا تولي تضرب ضربه موجعه المافيا العقار باش تعطي درس للناس اخرين، رغم ان كنعرفوا ان بحال هاد الناس ما كيساليوش. اعزائي المشاهدين، كان معكم في التعليق الحر عبد الكبير، وراء الكاميرا عاطف. سي محمد، الى اللقاء.